السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابب أعرفكم بنفسي، أنا دكتور أحمد البدري محمود، أخصائي جراحة القلب والصدر. كنت عايز أتكلم معاكم في نقطة كده مهمة بتهم كل مريض بيعمل عملية جراحة قلب وصدر، سواء كان عملية شرايين أو عملية إصلاح للصمامات. النقطة ديت مهمة جدا بالنسبة للمرضى اللي بيسألوا فيها وبشكل متكرر، اللي هي ماذا علي أن أفعل بعد الخروج من المستشفى. طبعا في مستشفيات بيكون عندها زي روتين إن أنت إيه اللي بتعمله، إيه الحاجات اللي أنا أعملها بعد الخروج من المستشفى، سواء بيجي لك موظف العلاقات العامة أو من الناس اللي شغالين معاك في القسم. لكن في بعض المستشفيات قليلة يعني ما بيقولش أو يعني إيه، فلذلك أنا حبيت أغطي النقط ديت ليكم للمرضى اللي بيعملوا العمليات ديت. هنتكلم على كذا نقطة. أولا نقطة الجروح والعناية بها. طبعا عملية القلب والصدر بيكون في جرح في الصدر وجرح في الرجل، تمام؟ اللي بيكون عملية شرايين بيكون عنده جرح في الصدر وجرح في الرجل. أما بالنسبة لي اللي عامل عملية صمامات فقط فده بيكون جرح في الصدر بس. طيب بالنسبة لجرح الرجل في عملية الشرايين، الرجل بتكون مورمة شوية، محمرة شوية بعد الخروج. طبعا ده ما يقلقش لأن احنا بيكون في وريد اتاخد من الرجل، وده غالبا بيعمل بعض التورمات اللي هي بتروح خلال فترة وجيزة إن شاء الله، مع بعض التعليمات اللي هي منها إيه؟ أولا الرباط الضاغط بيتحط لفترة معينة وبيتشال أثناء النوم. طول ما أنت قاعد ما تخليش رجلك نازلة على الأرض، حاول إنك تخليها عالية شوية، حتى لو أنت قاعد على الكنبة أو على أي مكان بتحط مخدة أو حاجة تحت رجلك بحيث تكون هي عالية عشان تخلي أي سوائل أو أي حاجة محتجزة في الرجل إنها ترجع تاني، وفترة التورم ما تبقاش كتير، تمام؟ تاني حاجة بالنسبة لجرح الصدر، هو غالبا ما بيكونش فيه ألم وبيلحم بسرعة جدا، تمام؟ بالنسبة لجرح الصدر، طبعا العظمة بتاعت الصدر بتكون اتفتحت أثناء العملية ومتخيطة طبعا بخيط اللي هو ستيل. فطبعا العناية بالجرح بتاع الصدر ده مهم جدا، لأن عظمة الصدر بتكون لازم تكون مستوية والعظمتين جنب بعض بالظبط. فاحنا دايما بننصح المريض ان هو ما يتحركش يمين او شمال، ودايما يكون نايم على ظهره في الفترة الاولانية، خاصة اول شهر من بعد العملية لازم يكون نايم على ظهره، ما يتحركش لا يمين ولا شمال، تمام؟ تاني حاجة ما يحطش رجل على رجل، ما يسوقش السيارة، ما يشيلش حاجة تقيلة من الأرض، ما يشدش حاجة تقيلة، تمام؟ حتى لما يجي يقوم من السرير يفضل في البداية يكون حد يساعده، ما يشدش نفسه. كل ده احنا بنعمله ليه؟ عشان العظمة بتاعت الصدر تكون مستوية وتلحم في الطريقة دي، لأن لا قدر الله مع الحركة يمين أو شمال العظمتين دول بيتحركوا بيعملوا أولا ألم شديد ما بيستحملوش المريض، تاني حاجة لا قدر الله بيعمل عدوى وسوائل بترشح من المكان دوت وممكن تخش في مكان العمليه فتعمل التهابات ولا قدر الله عدوى، ويتطلب الامر ان انت تعمل له عمليه ثانيه للتنظيف واعاده خياضه عظمه الصدر. نقطه ثانيه مهمه في الجروح اللي هي ازاي عمليه النظافه بتاعه جروح خاصه الصدر وجرح الرجل. احنا بنطلب المريض ان هو يستحمى يوميا، يستحمى وينظف نفسه بالميه والصابون. ما تخافش من موضوع الصابون ينزل على الجرح، ما تقولش ان ده هيعمل لي عدوى او حاجه، لا بالعكس، النظافه اولا النظافه من الايمان، ثاني حاجه لازم الجرح يكون نظيف. بس الحموم بيكون ازاي؟ انت بتنزل الميه والصابون، اي نوع من الصابون، شاور جل، صابون عادي، بس اهم حاجه ان انت ما تدعكش الجرح باي حاجه، خلي بس الميه والصابون تنزل عليه وتنظفه من غير ما تدعك الجرح عشان ما يحصلش لا قدر الله فتحه وكده، ماشي؟ دي حاجه. تاني حاجه انت بتنظفه كويس قوي بفوطه تكون ناشفه، بتنظفه بس بالضغط فقط، بتضغط بس، لكن برضه ما تدعكش بالفوطه.
ماشي، ودايما تكون لابس ملابس قطنيه، يفضل ان هي تكون قطنيه وتتغير كل يوم وتكون نظيفه عشان ما يحصلش اي عدوى في الجرح الفتره الاولانيه. يعني يفضل يكون خلال الشهر الاولاني بالطريقه ديت اللي انا قلت لكم عليها في نظافه الجروح، وهتبقى النتيجه ممتازه جدا والجرح هيلحم ويرجع لطبيعته باسرع وقت. نقطة مهمة تانية جدا بننصح بها المرضى بعد عمليات جراحة القلب اللي هي الأكل. كتير ناس بتسأل أنا أعمل إيه في الأكل بعد ما أطلع من المستشفى بعد عملية القلب. طبعا هو بيكون المريض ماشي على نظام معين في المستشفى، وأغلب المرضى دول بيكون عندهم ضغط وسكر وأمراض تانية، فهتمشي على نفس الأكل اللي أنت كنت ماشي عليه في المستشفى. هتكون ملح قليل، دهون قليلة، تمام؟ ده بالنسبة للضغط. ولازم يكون منظم علاج السكر، أدوية السكر تاخدها بانتظام، ولازم تكون وتاكل الأكل برضو اللي هو ما يعليش السكر، تمام؟ في بعض المرضى خاصة في الصمامات احنا بننصح بحاجات زيادة، ان هو ما ياكلش الحاجات خاصة لو عامل صمام معدني، بننصح انه ما ياكلش الحاجات اللي فيها ورقيات خضراء زي الملوخيه، السبانخ، الخيار الاخضر القشر اللي من فوق، بننصح انه يقشرها لو هو عايز ياكل خيار، واي حاجه خضراء ورقيات بنمنعها لان ده بيتعارض مع الدواء اللي بياخده للحفاظ على الصمام. احنا طبعا في الصمامات خاصه بتكون معدنيه بياخد ادويه بتخلي الدم سيولته زياده عشان ما يحصلش تجلط على سطح الصمام وتحصل لا قدر الله مشكله. فمن ضمن النصائح اللي بنصحها للمريض اللي بعد ما يعمل عمليه الصمام، تغيير صمام، ان هو ما ياكلش الحاجات اللي فيها ورقيات خضراء. بالنسبه لامراض الضغط والسكر طبعا بينظم العلاج، بينظم الاكل ان هو يكون ملح قليل، دهون قليله، وطبعا الاكل بتاع اللي ما بيعليش السكر يمنعه تماما. طبعا في نقطة تانية مهمة جدا بتكلم فيها مع المرضى اللي هي الأدوية اللي أنا بمشي عليها بعد العملية. النقطة دي مهمة جدا للنهاية، لو أنت مشيت كويس على الأدوية ديت إن شاء الله هتبقى نتيجة ممتازة. لكن المرضى، وده لاحظناه كتير في المرضى اللي هم ما بيمشوش على التعليمات الصحيحة بالنسبة للأدوية، لا قدر الله بتحصل لهم أعراض كبيرة وبيرجعوا تاني للمستشفى، خاصة في أدوية السيولة لمرضى الشرايين اللي هي الأسبرين والبلابكس، الحاجات اللي بتزود سيولة الدم عشان لا قدر الله ما يحصلش أي تجلطات تانية في الشرايين المزروعة الجديدة. وبرضه بالنسبة للصمامات الأدوية برضه اللي بناخدها عشان تمنع التجلط على سطح الصمام. لازم تمشي على المواعيد بالظبط وما تفوتش أي جرعة، لأن أي جرعة بتتفوت بتأثر. فانصحكم او انصحك اللي انت عملت العمليه ان انت تمشي على علاج مظبوط يوم بيومه، حتى لو انت هتعمل جدول او تعمل تنبيه او حد يكون معاك يساعدك، لازم تمشي مظبوط في العلاج عشان تكون النتيجه ممتازه وتكون العمليه حققت الهدف بتاعها. طبعا من النقط المهمه اللي بننصح بيها المريض بعد ما بيطلع من عمليه القلب المفتوح او جراحات القلب اللي هو التمارين. طبعا مريض القلب خاصة بتاع الشرايين بيكون الدكاترة بتوع أمراض القلب ينصحوه إن هو ما يعملش أي مجهود، ما بيطلعش سلالم، ما في حاجات معينة بنعملها. إحنا بقى في جراحة القلب بعد العملية بننصحك بالعكس، إحنا عايزينك تعمل تمارين، إحنا عايزينك ترجع لحياتك الطبيعية بس بالتدريج، ماشي؟ يعني إيه؟ يعني بنقول لك امشي على قد ما تقدر، لما تتعب اقعد بس ما تقعدش كتير، يعني ما تقعدش بقى تقول ان انا مريض وهقعد في البيت وما اعملش اي مجهود، لا بالعكس، عايزينك تمشي، عايزينك ترجع لحياتك الطبيعيه، تطلع سلالم، تبدا مثلا لو واحد مثلا كان بيعمل سباحه يعمل سباحه، بس كل ده احنا بنقوله بالتدريج. ليه بنقول لك كده؟ احنا عايزين القلب يرجع للطبيعه بتاعته اللي هي قبل القصور، لان طبعا امراض الشرايين دي بتعمل قصور في عضله القلب، فاحنا عملنا عمليه ارواء جديده لعضله القلب، فاحنا عايزين نرجع العضله دي لطبيعتها ما قبل القصور. فاحنا بنقول لك امشي بالتدريج لغايه لما تحس ان انت نفسك بقى مظبوط وبدات ترجع لحياتك الطبيعيه. ده بالنسبه
للتمارين ما بعد ما بعد العملية. برضو في بعض التمارين اللي هي بتساعد على التئام الجروح، اللي هي التمارين الخفيفة للصدر، عضلات الصدر، عشان يكون اللحام بتاع العظم والعضلات يكون أسرع ويدي نتيجة أكبر. وطبعا على قدر المقدر، يعني برضو الواحد ما يحملش زيادة على جسمه أو عضلاته، وبرضو في المشي ما يبقاش المشي زيادة عن اللزوم. احنا عايزين على الأقل مثلا نص ساعة، من نص ساعة لساعة في اليوم مشي، حتى لو هيقسمهم نص في النهار ونص بالليل، وإن شاء الله هيرجع أفضل من الأول بإذن الله. نيجي بقى لبعض التساؤلات اللي بيسألوها المرضى في العيادة. من ضمن التساؤلات ديت بيسأل عن النوم. مريض القلب المفتوح أو العملية ما بعد الصمام أو ما بعد الشرايين ساعات بيحس باضطراب في النوم، ساعات بيحس برضو في اضطراب في المود بتاعه أو المزاج بتاعه. فإحنا بنقول لك اطمن، الموضوع ده بسيط، بياخد من أسبوعين لثلاث أسابيع وبيروح تماما، لأن إيه، على بال ما الدم يرجع لطبيعته والقلب يرجع لطبيعته. فدي من الحاجات ما تقلقش. من ضمن الأسئلة برضو اللي سألوها إمتى سافر، خاصة لو مثلا بيعمل عملية في بلد تانية مش في بلده، فإحنا بنقول لك إنك ممكن تسافر بعد شهر بالكتير من بعد العملية، لأن طبعا أنت بتيجي بتابع في العيادة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات على الأقل، بنتابع الجروح، بنتابع حالة القلب، بنتابع الأدوية بتاعتك، فتقدر تسافر بعد شهر من العملية. تمام؟ نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، اللي هي إيه العلامات اللي لو حصلت معايا لازم أرجع للمستشفى فورا أو أرجع للطبيب المعالج. أول حاجة، لاحظت حاجة في الجرح، سواء جرح الصدر أو جرح الرجل، لقيته سخن أو أحمر أو ورم بشكل غير طبيعي، أو لقيت أي حاجة بتطلع من الجرح، سواء مية، صديد، سواء لونها أحمر شوية، لازم تتوجه للمستشفى عشان نفحص الجرح ونشوف إيه التدخل اللازم للموضوع ده. تاني حاجة، لو حسيت بكحة شديدة، كحة مش طبيعية هتأثر على جرح الصدر أو العظمة بتاعت الصدر، لازم أرجع للمستشفى. تاني حاجة، بديت أحس بألم في صدري، ألم اللي هو في الصدر اللي كان بيحصل لك قبل العملية، يعني اللي هي كتمة الصدر أو تقل على القلب، الألم اللي هو ما قبل عملية الشرايين بالذات، لو بديت تحس بالألم ده لازم وتكرر عليك لازم تراجع الطبيب أو تراجع الطوارئ. لو حسيت بخفقان أو عدم انتظام في ضربات القلب برضو لازم أرجع للمستشفى. برضو لو لقيت في إن موضوع النوم أو مشاكل المزاج زادت عن الحد المعقول، يعني من أسبوعين لثلاثة، لازم برضو ترجع للمستشفى وتسأل الطبيب المعالج عن الموضوع ده. عايز أقول للمريض حاجة مهمة جدا، إن الجزء ما بعد العملية، بعد خروجك من المستشفى، جزء مهم جدا لإتمام عملية الشفاء ما بعد العملية. عملية جراحة القلب مش بس عملية وقاعدة في المستشفى في العناية أو في الدور، لا، كمان لازم الجزء اللي هو ما بعد العملية في البيت، ده جزء مهم جدا. لو أنت مشيت على التعليمات بطريقة صحيحة، لو سمعت كلام التيم المعالج أو الفريق العلاج كاملا، سواء في الجراح أو الأطباء العناية أو التمريض، تسمع كلامهم كويس، إن شاء الله هتاخد نتيجة كويسة جدا وتبقى عمليتك ناجحة. لكن هتفرط في الجزء دوت اللي هو ما بعد العملية، بعد خروجك هتاخد نتيجة مش كويسة، وإحنا شفنا الحالات دي كتير جدا. في ناس كتير بترجع إن الشرايين بتاعها بتتسد لأنه ما بيخش العلاج كويس، بيرجع للسجاير تاني وبيدخن تاني سجاير، ودي مشكلة كبيرة جدا في المرضى. بيلخبط في الأكل، بياكل أملاح، بياكل دهون، بياكل سكر. فحط في 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 بالك كده، إن لو أنت مشيت كويس على التعليمات اللي هنديها لك ما بعد العملية، إن شاء الله هتبقى نتيجة ممتازة. لكن مش هتمشي على التعليمات ديت، يبقى النتيجة مش هتكون كويسة. وأرجو الشفاء والتوفيق لكل المرضى، وإن شاء الله ربنا يتمم لكم شفاكم على خير بإذن الله.